تمكن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا من جمع مفوضي الحكومة السورية والمعارضة لأول مرة في جنيف وجها لوجه، وذلك في جلسة افتتاح محادثات السلام في سوريا. ودعا ديمستورا الأطراف السورية إلى استغلال هذه الفرصة التاريخية لوضع حد لمآسي الشعب السوري، وشدد على أن الجميع بات يدرك الآن أن لا حلا عسكريا للأزمة، ويجب إيجاد حل سياسي تشارك فيه كل الأطراف. وأشار ديمستورا إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 2254 الذي تعتمد عليه الجولة الرابعة يدعو إلى مناقشة الترتيبات المتعلقة بالحكم المستقبلي في سوريا، وعملية صياغة دستور جديد، ووضع جدول زمني لإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا وقال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات السلام إن المحادثات يجب أن تركز أولا على انتقال سياسي. الأمتار القليلة التي تفصل بين القاعات التي عقد فيها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا لقاءاته المنفردة مع وفدي المعارضة من جهة ووفد النظام من جهة أخرى تختلف، والهوة الشاسعة التي تميز مواقفهم من حل الملف السوري. فقد كان اليوم الأول الذي خصص لبحث برنامج سير الجولة الرابعة من المفاوضات فرصة لإبراز الأطراف لاختلافاتها الحادة. السيد ديمستورا يعني عبر قبل هذا الاجتماع يعني خلال فترة التحضير لدعوة الوفود عن رغبته بأن يكون هناك وفد واحد للمعارضة السورية، ولكن يعني يعني بعض الظروف حالت من ذلك يعني، ولكن يعني كان اليوم الحديث عن توحيد الرؤى بين أطراف المعارضة السورية، ونحن وعدنا السيد ديمستورا بأنه نحن حنلعب دور. وإذا كان جزء هام من المعارضة يسعى إلى فرض ملف الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات كنقطة أساسية في هذه الجولة، فإن تعنت النظام قد يدفع ديمستورا مرة أخرى إلى خفض سقف توقعاته والتركيز على إنجاح اللقاء الترحيبي الذي من المرتقب أن يشارك فيه ممثلو الدول الراعية وطرف الصراع. باستثناء قرار حاسم وخارق، فإن الوضع الجديد والاختلافات الكثيرة في وجهات النظر بين المشاركين في هذه المباحثات يعيد إلى الأذهان سيناريو الجولات السابقة التي انتهت كلها بعودة آلة القتل والدمار أشد مما كانت عليه من قبل. لبيب فهمي، التلفزيون العربي، جنيف.